فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الحديث عن التكبير وعن صفة مد اليدين يشمل تكبيرات صلاة العيد وصلاة الاستسقاء؟ نعم نعم، يشمل صلاة العيد، لها تكبيرة إحرام، وصلاة الاستسقاء لها تكبيرة إحرام ولها تكبيرة ركوع، مثل صلاة غير العيد وغير الاستسقاء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.